السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في تقرير جديد للجولة المسائية لتعاملات اليوم الثلاثاء. طبعا الأسواق خلال التعاملات اليوم ظهر فيها قوة واضحة لأداء الدولار الأمريكي الذي يتربع فوق مستويات 107 أمام مؤشر أو لمؤشر الدولار الأمريكي أمام سلم من العملات، وهو مستويات مرتفعة تاريخيا بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، وارتفاعات اليوم تقارب النصف نقطة مئوية. طبعا بانتظار بيانات مهمة جدا خلال تعاملات هذا الأسبوع، وهي قرار الفيدرال الأمريكي وإمكانية رفع أسعار الفائدة. التوقعات تشير إلى 75 نقطة أساس، ولكن التضخم المرتفع يضغط على الفيدرالي بأن يكون هناك رفعة بحوالي 100 نقطة أساس وليس فقط 75 نقطة. طبعا لا ننسى أنه أيضا بيانات يوم الجمعة التي صدرت تظهر مزيد من الضغوط على الفيدرال الأمريكي، فمؤشر قطاع الخدمات أظهر انكماشا لمستويات هي الأدنى منذ الربع الثاني من العام 2020. بالنسبة لمسلسل الأرباح الشركات الفصلية، ابتدأ مرة جديدة وكانت لدينا بداية مع شركة كوكاكولا، وأظهرت بأرباح أعلى من المتوقع في حوالي 70 سنت لكل سهم. جنرال إلكتريك كانت أقل من التوقعات الربحية الخاصة بهذا السهم. ننتظر بيانات مهمة جدا، أرباح شركات جوجل ألفابت، وأيضا ننتظر بيانات مايكروسوفت. التوقعات لأسهم الشركات أو أرباح الشركات ستؤثر بشكل كبير على أداء الأسواق الأمريكية، وهنا نظرة سريعة على مؤشر الناسداك. انخفض مؤشر ناسداك عقود UT 100 على منصة إكويتي الرول، وذلك بعد أن لابس مستويات المقاومة عند 12650، وهي ممثلة لنسبة تصحيح في فيبوناتشي 38.2%، وبدأ مؤشر الـ RSI بالتراجع كما نشاهد حاليا. لكن في نفس الوقت ما يزال المؤشر يتداول فوق المتوسطات المتحركة وفوق الدعم اللي هو متمثل بمستويات 12030 نقطة، بالتالي سنحتاج للإثبات الاتجاهات من خلال إما اختراق المقاومة المتمثلة ب 12650 أو كسر الدعم وذلك عند مستويات 12030. اختراق المقاومة يرشحنا لمستويات 13150، وهي نسبة تصحيح في بناتشي 50%. كسر الدعم يأخذنا نحو مستويات 11585، وذلك يعتبر إشارة لبدء موجة هابطة جديدة استمرارا للموجة السابقة، وممكن تأخذنا إلى مستويات أدنى قد تواكب مستويات 11000 نقطة. ختاما نتحدث عن الذهب. الذهب يتمكن من الاستقرار نسبيا فوق مستويات 1715 دولار للأونصة، وهي مستويات فاصلة نسبيا أو بشكل بسيط كمستويات دعم مهمة لأسعار الذهب، تمنعه من الانخفاض أكثر، لأنه أي انخفاض دون هذه المستويات ممكن أن يناور الذهب مرة أخرى عند مستويات 1700 دولار للأونصة. كانت على مستوياته اليوم عند قرابة مستويات 1726 دولار للأونصة. من المتوقع بشكل كبير أن يكون هناك volatility وتذبذب واسع النطاق على معظم المنتجات، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. شكرا.